السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام نحييكم، وهذه حلقة جديدة وبرنامج استشارات أسرية. حلقة اليوم مشاهدينا الكرام تتألف من كلمة، تتألف من حرفين، شك يشك شكا فهو شكاك، ثم سكاك بيسك على أهل بيته، وظن يظن ظنا فهو ظنان، ثم ينتقل إلى مرحلة زنان، هيفضل طول النهار يزن بالأسئلة بتاعته وهيضايق أهل بيته. احنا في حلقات كتيرة كنا بننتقد بعض السيدات اللي ليها طباع غريبة شوية، لغاية ما أخواتنا المشاهدات الحقيقة ملوا مننا شوية، فقلنا هننتقل إلى هذا الرجل الذي يدير هذا البيت. إزاي نخلي الرجل في البيت ما هوش شكاك، وإزاي نخليه ما هوش ظنان؟ هل الظن والشك والريبة وما إلى ذلك طباع أصيلة في الإنسان منذ أن ولد، أم هي بنت البيئة، أم هي بنت البيئة الحديثة بعد ما الإنسان يتزوج ويحس إن في امرأة في عصمته هو خايف عليها، بيحبها، شايفها جميلة جدا، مش عايز حد يبص لها غيره؟ إزاي نخلي الرجل يعني يأمن لمراته وما يبقاش سكاك وما بقاش زنان؟ ده اللي هنعرفه مع الدكتور حسام الدين أمين، المحاضر الدولي بجامعة أكسفورد واستشار الصحة النفسية والإرشاد الأسري بجامعة القاهرة. يعني وسهلا يا دكتور. أهلا وسهلا فيك. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. الظن والشك يعني كلمة من حرفين، ولكنها ممكن تقلب البيت إلى جحيم، يعني خاصة صحيح. لو كانت الزوجة مستقيمة، وغالبا طبعا الستات كلها مستقيمات إلا بعض الحالات اللي ممكن، مش هنقول هي مش كويسة، ولكن ممكن ليها بعض التصرفات تفهم خطأ من الزوج إذا كان هو من بيئة، واحيانا هي من بيئه اخرى، فبتتفهم الشفره او اللغه بينهم خطا، فيتحول البيت الى نار. ازاي نوقد هذه الفتنه من قبل بدايتها؟ صحيح. والله هو الموضوع ده الحقيقه رائع جدا، خصوصا في البيئه بتاعتنا. نعم. البيئه المصريه النهارده والبيئه العربيه. نعم. بمعنى اصح. نعم. لان الرجل الشرقي اساسا غيور. وبالتالي بنقول دايما الشك او الظن او انا بعتبره اساسا لانه ده مرض اساسا. نعم. ليه أساسا أسباب. نعم. دايما لازم نعرف السبب بيجي منين. نعم. ليه أسباب كتيرة جدا، قد يكون بدايتها البيئة اللي تربى فيها الزوج ده بقى، يعني هو صغير، هو لسه طفل، هو صغير. نعم. وقد يكون المجتمع هو اللي أفرز النوع ده. نعم. يعني زي حضرتك مثلا على سبيل المثال الأفلام وضحت جدا، بتبقى الريتم بتاع بيسموه مسار الدرامي للفيلم مثلا، بيبقى النهارده بيشوفوا الناس حاجات ويشوفوا درجات الخيانه والكلام ده كله. نعم. الكم الهائل جدا من المواضيع ديت بتخلي فيه تركيز. نعم. التركيز ده بيخلي الانسان خايف. الكم الهائل جدا من الدراما اللي بتبين الخيانه والحاجات دي كلها بتعمل زار، حتى لو انسان كان طبيعي، حتى لو طلع طبيعي. نعم. وبالتالي حضرتك لو حبيت تعمل مقارنة ما بين الأجيال القديمة والأجيال دلوقتي، ما كانش عند الشك، ما كانش كده خالص. ما كانش بالكم ده، وما كانش فيه تجارب قدامه وحشة ما كانش بياخد بيها بالظبط. وبالتالي النهاردة حتى يعني أصبح النهاردة الدراما نفسها هي قد تولد هذا الموضوع. نعم. بالإضافة لكمان كده ممكن تكون الزوجة نفسها هي احد الاسباب وبعض اللي بتثير. نعم. سواء عفويه او غير عفويه. بالظبط كده. طيب خلينا بس نقول برضه يا دكتور، زي حضرتك قلت هو بدايته ممكن انسان يتولد كده، يعني يتولد ظنان وشكاك مثلا، يعني ما فيش انسان ينزل شكاك او ظنان. مفيش حاجه اسمها كده. الانسان مكتسب للحاجات دي، دي عادات بيكتسبها. نعم. يعني ما فيش، ما اسموش جين، ده مش جين اساسا، مش جين موجود، ده مش جين. هو متسطب صح، يعني هو مظبوط، يعني فهو النهارده حسب ما بياخد المعطيات بتيجي منين. نعم. من أب وأم. نعم. من بيئة ومجتمع. من ثقافة مدرسة، من إعلام، كل البيئات دي بتأثر فيه، كل ده بيأثر لغاية ما الزوجة بتسلم. وممكن واحدة تأثر، ممكن عنصر واحد يأثر فيه، يفضل قاعد في الذاكرة، يعني يعني يكون مثلا إيه المدرسة أو الجامعة. البيئة كويسة جدا، حدث ما قدامه وشاف كذا، شاف أحداث. نعم. ابتدى يربطها وبيكون حاجة اسمها الصورة الذهنية. نعم. الصورة الذهنية النهاردة مثلا عند المرأة إنها يشك، بدل المرأة يشك. وممكن ناس بيربطوها بالجمال فيعمل قلق كبير. جدا. طب احنا قدامنا صورة هتنزل فيها زوج بيشك، بيفتش في حاجة مراته. هذا برضه نوع من الشك البغيض الحقيقة، يعني بقى. صحيح. طب علاقة يا دكتور، علاقة الظن والشك بمسألة ايه اللي بتقول عليها حياتك في الطب النفسي، الوسواس القهري. بيقول ان الوسواس القهري ده يعني بيبقى خطا في يعني مش خطا يعني شيء مش مظبوط في الانسان، مادي، شيء مادي لو خد علاج بيروح من عنده. هو العلاج يعني الحقيقه انا مختلف في الحقيقه مع الزملاء. نعم. في عمليه العلاج للوسواس القهري بالعقاقير. نعم. لم يثبت على وجه الارض حتى هذه اللحظه ان علاج الوسواس القهري بالمواد
بيجيب نتيجة. ليه حضرتك؟ لسبب بسيط خالص. هو يجيب نتيجة مؤقتة علشان بيعمل عملية تهدئة نفسية. لكن النهاردة الوسواس القهري، يعني تعال نشوف حضرتك لكل الناس اللي بتتكلم على مشكلة الوسواس. أول مشكلة حضرتك إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من جسد ونفس وروح. الروح من أمر ربي. أما النفس فالنهاردة هي دي اللي بيصيبها الوسواس القهري. وأما لو حصل عطب أو تعب في الجسم فهو ده الوحيد اللي محتاج عقاقير. إنما ما تقوليش حضرتك في المشكلة النفسية انك تستخدم عقاقير. يعني الوسواس القهري هنا يعني خاص بالسوفت وير بتاع الانسان بالزبط. مش خاص بالبدن نفسه كجسم يعني. ده النهارده بناء على الصوره الذهنيه اللي بتبدا الشيطان يتعامل يكوينه. فيها مع الانسان. فيبدا النهارده يعمل له ايه؟ يبتدي يخاطبه بصوته. وبالتالي ياثر فيه بتاثيرات معينه، يبتدي النهارده يكبر له الشيء. يضخمه له. فيحكم عليه. ولذلك الإخوة التخصص الطب النفسي في مصر عندهم مشكلة كبيرة جدا ان هم تعلموا اساسا كيف يعالجوا زي الغرب مشكلة الوسواس القهري بالعقاقير. مشكلة كأنها مشكلة مادية. مادية وهي مش مادية. يعني هفترض دكتور ان في ناس، بعض الناس يعني خاصة عند المسلمين بيتوضى مثلا كذا مرة ويفضل يعني يراجع الوضوء كده. ده لو خد البرشامة دي على طريقة الاطباء هيهدى. هيهدى بس. انما مش هيشيل ظن ولا شك. مش هيتشال بالظبط. كل ما يهدى يرجع تاني. ولذلك مفيش طبيب في جمهورية مصر العربية أو في أي مكان قدر يعالج الوسواس القهري بالعقاقير، بل بالعكس هو ليه جوانب خطيرة جدا. وبالتالي احنا بنقول لازم الجزء النفسي يغلب على الجزء ده حتى لو بتستخدم فيه العقاقير. لازم يعني لازم يعني تدريب سلوكي معين بحيث الإنسان ينتزع من عنده مسألة الشك. وهي حضرتك عبارة عن ايه؟ عبارة عن إيه؟ انت بالنهاردة بتراجع قناعاته. يعني الشخص ده وصلت له هذا المفهوم ازاي؟ وبالتالي انت بتراجع القناعه نفسها. بتقدر ان انت تاثر، تدخل في البير العميق اللي دفن فيه الفكره نفسها. فتقدر توصل لها. طب اخد استاذ علي من الجيزه، اتفضل. الو، اتفضل يا استاذ علي. الله يخليك يا فندم، انا بحيي حضرتك وبحيي الدكتور حسام على الحلقه الجميله ديت. اتفضل يا فندم. والله هو موضوع الشك ده فعلا دكتور، والله يعني اليومين دول يعني انا عن نفسي يعني زوجتي مثلا بتقول لي انا طبعا اروح عند والدتي وكده مرة واثنين وثلاثة، انا الشك يروح في دماغي بيخليني ان انا اتصل باهلها واسألهم طب هي جت طب هي مش موجودة. يعني الموضوع صعب والله، يعني انا عايز ابعد عن الشك ومش لاقي له علاج. فياريت يا دكتور حضرتك تفيدني وتقول لي انا اعمل ايه. طيب كويس، شكرا ليك يا استاذ علي، شكرا لاتصال حضرتك. طب طيب انا اخد استاذ محمد. عفوا يا دكتور. اتفضل استاذ محمد. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. والنبي يا دكتور، انا عندي ابن اخويا كده يعني يسن كده وعلى حد قال يجري كده ويجري زي تشنجات كده ويهز دماغه كده لفوق 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 ويجري. ابن اخو حضرتك؟ نعم. ابن اخو حضرتك بيجري تشنجات؟ وحب عينه يجري كده ويفقد الوعي في الشويه دي اللي من 3 دقايق لخمس دقايق. ايوه. فحضرتك مش عارف ايه المرض ده ايه وتاثيره ايه، وساعات ينسى كده وفي الوقت ده يتسرق كده تحس انه مش في وعيه كده وحد عينه يغلي يروح شمال ويمين. طيب ينهز كده يعني. حاضر. كانه مش عارف حد خالص. حاضر هنجاوبك باذن الله. حاضر. طيب هنا مثال يا دكتور الاستاذ علي من الجيزه. اولا بحترم صراحتك يا استاذ علي ويعني طرحك للسؤال ده بحيث انك عايز تلاقي حل للمشكله يعني. صحيح. يعني هو بيقول ان زوجتي بتقول عايز اروح لبيت والدتها او بيت والدتها روحي. أيوة. بس بعد كده اتصل بقى يطمن وصلت راحت جت عملت. صحيح. في فرق بين اتصل اطمن انها وصلت والحمد لله بالسلامه ما حصلش حاجه. أيوة. وبين ان انا هل هي راحت مكان تاني، هل هي التصرف ما انا مش عايزه كده يعني. كويس قوي. نعم. بص حضرتك الموضوع ده يعني الحمد لله ليه علاج وعلاج سريع جدا كمان. الحمد لله. اول نقطه حضرتك لازم الزوجه تعرف اساسا، لازم تعرف ان هو اساسا يعني عنده الشك ده كنوع من المرض. خلاص. لازم زوجته تساعده. ازاي بقى حضرتك؟ هو ده السر الجميل في القصه. يعني النهارده ما حدش الزوج والزوجه دول حاجه واحده. واي انسان النهارده يصيبه هذا الموضوع لازم تقعد معاه، يعني ما هو يقول لها الموضوع ده عندي كمشكله. فيقعد معاها فيقول لها لازم هي تساعده. ازاي؟ انها تقفل عليه الابواب دي. بمعنى تقول له ايه؟ انا اول ما هروح اكلمك. خد بالك هي اللي هتعمل هذا. هستكمل حضرتك بس النقطه دي. ياخد استاذه ليلى. اتفضلي. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي يا فندم.
لو سمحت يا دكتور، انا يعني دايما تلاقيني يعني احس بقلق وخوف كده، وخصوصا وانا صاحيه من النوم الصبح. اول ما بتصحي من النوم انا قلقانه، قلقانه وخايفه، ولدرجه ان انا ارجع وبطني ما تبقاش قابله الاكل خالص. بترجعي ولا بيبقى تهيؤ للترجيع؟ لا، بيبقى بطني تبقى قلبه، يعني درجة ان انا رحت عملت منظار وعملت فحص جهاز هضمه كده، ما عنديش، قالوا كلهم قالوا ما عنديش حاجه. اول ما تصحي من النوم، اول ما اصحى من النوم احس اني قلقانه وخايفه، جسمي خايف وعايزه ارجع يعني، وحتى لو اكلت الاقي تلاقيني رحت رجعت، بطني مش طايقه الاكل، خوف كويس. يعني كويس. هل في احلام مزعجه؟ ما فيش احلام مزعجه ولا حاجه، بس هو انا دايما خايفه ودايما من إيه؟ متوتره. من ايه؟ مش عارفه يا دكتور، من اي حاجه، من اي لا حددي. يعني مثلا خايفه مثلا اكون اتعب، خايفه تتعبي لكن ما فيش سبب. لا، لكن ما فيش سبب، خايفه اتعب. خايفه تتعب، اقل حاجه عندي مثلا اخاف منها، اقول وانا تعبانه مثلا انا ايه، بس الصبح بقى اقوم خايفه قوي من النوم وجسمي خايف ومتوتره ومليش نفس الاكل خالص، بطني تقفل خالص عن الاكل. ايوه. بتاكلي كتير بالليل؟ بالليل لا، ما بتاكليش كتير بالليل عادي. لا، هو الوجبه الرئيسيه بتاعتنا بالليل. الوجبه الرئيسيه بالليل؟ بالليل. بتنامي يعني على طول؟ نعم. بتنامي على طول؟ لا، بأسهر بعد مثلا 3 ساعات او كده. 3 ساعات وبتنامي بعد كده طبيعي؟ ايه اخبار الميه مع حضرتك؟ احيانا بقى يا دكتور، احيانا بقى بيجي لي ارق كتير ونوم متقطع. حلو قوي. ايه اخبار الميه مع حضرتك؟ نعم. الميه بتشربي ميه قد ايه في اليوم؟ مش كتير يا دكتور. ما هي دي المشكله، لما اعطش. لا لا، ما ينفعش الكلام الفارغ ده، هفاجئك دلوقتي حالا. شكرا لاتصالك يا مدام ليلى. اوكي، شكرا. ده في صلب الموضوع اللي بتكلمني فيه قبل الحلقه بالظبط كده. بص حضرتك، من احد المشكلات الضخمه جدا لعمليه المريء والكلام ده في مصر هنا، مشكله ضخمه جدا، الناس بتشرب لما تيجي تعطش بس. المفروض حضرتك اساسا عشان يحصل التزام في الجسم، والانسان عمره ما يحس باي مشكله سواء نفسيه او جسمانيه، ضروري جدا يشرب لتر كل ساعه، خاصة في الصيف اللي احنا كل ساعة. نعم. خد بال حضرتك. نعم. بس مش شرط مرة واحدة. الازازة اللتر الصغيرة، في واحدة كبيرة واحدة صغيرة. نعم. الصغيرة ديت كل ساعة تشربها او يشربها اي حد كل ساعة. هيقول لي بدخل دورة المية، اقول له ادخل دورة المية براحتك. نعم. لان ده بيعمل غسيل واتزان في الخلايا. نعم. وبالتالي دي نقطة. النقطة التانية، لازم كل انسان يقدر يقعد فترة استرخاء ساعة لتلت كل يوم، ياخد فيها نفس عميق جدا. نعم. ويخرجه بقوه. طب في الحاله دي هو الموضوع ده جميل، انا بس برضه ان شاء الله هيكون في صلب موضوع مدام ليلى، بس هاخد استاذ محمد. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حضرتك يا دكتور انت ما ردتش عليا. هرد عليك. حاضر يا استاذ محمد، حاضر. انا كتبت حالي، معلش يعني عايز افهم حاله ابن اخوك اللي بيصلي. المرض ده وتاثيره ايه؟ حاضر. انا كاتب على فكره سؤالي يا استاذ محمد، حاله ابن اخوك اللي سنك اللي بيجيله تشنجات واحيانا بيقع ويفقد الوعي وكده يعني، ما تقلقش. حاضر، اسمعنا من التلفزيون يا استاذ محمد، هنجاوبك. حاضر. طيب قد كده يا دكتور، ممكن فعلا الميه يعني تعالج مرض مش مادي بقى، نقول عنده الكلى اشرب ميه هتبقى كويس، لما مرض نفسي وهلاوس وان انا اقوم قلقان ومضطرب وقافل زي ما بيقولوا. بص حضرتك، اي خلل في الجسم، نعم، 80% من علاجه نفس صح وميه للجسم. ارخص حاجه. شوف ارخص حاجه. نعم. وبالتالي بيحصل اتزان في الجسم. نعم. وبالتالي النهارده هتكتشف حضرتك معظم الناس، نعم، اللي عندها مشاكل من النوع ده. نعم. هم اللي هتلاقيهم لا بيتنفسوا صح ولا بيشربوا ميه صح. وده مصدر من مصادر الوصول. مدام ليلى هي بتقول ما بشربش كتير وبتاكل متاخره، ما بشربش كتير، لما بتعطش بتشرب. اتفضل. نعم. هنا بيحصل ايه حضرتك؟ الخلايا نفسها بتاعت الجسم مش في حاله اتزان. نعم. النهارده ممكن الضيق النفس والحاجات اللي بتحصل عند الناس دي كلها، نعم، نتيجه لا هم بيتنفسوا صح ولا بيشربوا ميه صح. نعم. ودي من اهم الحاجات لاي جسم انسان. نعم. طب استاذه ليلى، مش هقول لك جربي، ولكن ده اعتقد انه شيء اكيد، اشربي كميات ميه كتيره جدا وان شاء الله بس هتدعي للدكتور. ليها قاعده. نعم. ان انا بشرب الميه ميه باستشراف، يعني بق مش على طول كده زي، نعم، الناس ما بتشرب. نعم. لا، دي ليها النهارده بشرب كده اهو بالظبط كده، يمزمز في الميه زي ما بيقولوا كده، كده اخلص الازازه كل ساعه. نعم. تخيل حضرتك لو الانسان صحي 13 ساعه، نعم، هيشرب 13 ازازه، شوف بعد اسبوع الشخص ده ما عندوش المشاكل دي. نعم. نعم. طيب ابشرك ان شاء الله مدام ليلى، ان شاء الله كل المشاكل دي هتنتهي مع شرب الميه بالطريقه اللي قال عليها الدكتور، خاصه المزمزه بتاعت الميه زي ما قال الدكتور. صحيح كده. طيب ناخد الحاج محمد عشان زعل مننا، بس بيقول ان اخوه بيحصل له تشنجات وفقد الوعي. هو جزء ده يقع في اعتقد في المخ والاعصاب. برافو. ولا عندنا احنا بالظبط كده، هو ده تخصص مخ واعصاب. نعم. لازم يتعرض على مخ واعصاب، لان التشنج ده عباره عن جزء في المخيخ اساسا. نعم. بيحصل فيه المشاكل دي. نعم. وبالتالي هي لازم علاج عقاقيري.
عند دكتور مخ واعصاب. طيب احنا طبعا احنا بنتكلم في الجزء النفسي. نعم نعم. اما الجزء ده مرتبط بالمخ جدا يعني كده، ده اكيد مرتبط بالمخ جدا. واذا كان في كهرباء زياده او في اي حاجه كده في المخ يعني. واذا حبوا ياخدوا رقمنا نعم. ونقدر نقول لهم دكتور متخصص. طيب لو حبيت يا استاذ محمد ان شاء الله ترجع للكنترول تاني وربنا يشفيه ويعافيه ان شاء الله. طيب وصلنا قلنا لحياتك كنا بنعالج. استاذ علي ازاي الزوجه يعني انا مثلا زوج شكاك اعترف واقول للزوجه ان انا عندي مثلا حكايه الشك دي؟ بص حضرتك او انا عندي اضطراب في الناحيه دي. تعال نشوف حضرتك العلاج ده لازم يتم مع الزوجه. ما هي لو وحشه هتغير الخطه يا دكتور. ايه لو وحشه هتغير الخطه يعني؟ لا هي في حاجه تانية خالص بس. نعم. هي كلمه تعالج معاه ازاي يعني؟ اول نقطه هي هتساعده. نعم. ان هو ايه لما تروح في حته تقول له انا وصلت يعني خليها هو اساسا عنده نوع بدل ما هو اللي يبدا. نعم. هي اللي تبدا. نعم. العكس خد بالك. طيب حاجه تانية مهمه جدا. طب نصيحتي يا دكتور يعني حياتك منك دلوقتي للزوجه ولا بتقولها برضه للزوج هو اللي يقول لمراته؟ يعني الزوجه اللي حسن زوجها بيشك فيها مثلا تحاول تتغلب على الشك ده مثلا بانها تعمل كده؟ مش الزوج هو اللي بيشك فيها. يعترف ويقول مش الزوج بيشك فيها. نعم. مين اللي يهمه انها ما تشكش فيها؟ مين هي؟ هي بالظبط كده. نعم. نعم. فهي اللي هتساعده يعني بنهمس في اذن كل امراه حسن زوجها بيشك بدون اي ذنب خالص. طبعا الموضوع اساسا حله في ايديها هي مش في ايديه هو. نعم. وبالتالي هيحصل ايه؟ نعم. اول نقطه قد تعمل تصرفات تثيره. نعم. بمعنى ايه حضرتك؟ بتتكلم في التليفون اول ما جه دخل راح موطيه صوتها. طب ليه؟ ده سؤال مهم جدا. طبعا ده بيوتره اكتر. طيب الله ده شيء مثير جدا يعني. نعم. نعم. يعني انت كنت بتتكلمي عادي ابتدت توطي. نعم. خلاص. طيب ما قالتليش انها نازله ولاها نزلت. نعم. وهو عنده الحته دي. الله مين اللي بيثير دلوقتي؟ انت كده بتيجي على الجزء اللي هو حساس عنده طبيعي بالظبط وفي نعم. الاخر خالص تندم. نعم نعم. يعني دي نقطه. طيب في الاصل في الاصل ممكن يكون الزوج ده عنده اساسا مشاكل نفسيه اساسا. نعم. يعني هو عنده اضطرابات نفسيه وبالتالي الموضوع دوت كبر معاه من هو صغير يعني خده من المجتمع ايا كان ايه السبب. نعم. وكبر معاه. فاصبح موجود. نعم. وبالتالي النهارده خلاص هي فوجئت بيه. ما زدتش الطين بله بقى زي ما بالظبط كده. نعم. وبالاخر خلاص لان المعظم ما بياخدوش بالهم من الحكايه دي فيقولوا ايه يحكموا عليه ان هو وسواسي وبيشك والكلام ده. ومعظم الطلاق 80% حضرتك من الابحاث الجنائيه اللي اتوجدت سواء كانت في الطلاق او في القتل اللي زوج قتل زوجته بسبب والعياذ بالله الخيانه والكلام. نعم. ده كله. نعم. نتيجه هذا الموضوع ممكن الظن مثلا او الشك ده يحاول فعلا لقتل مثلا. بص حضرتك الغيره القويه تقلب لشك تقلب لانفصالات تقلب لقتل لان مرتبط والعياذ بالله بالخيانه والشرف والعرض بيحاول ينتقم لشرفه وهو اصلا مفيش مشكله ممكن تكون خالص حصل ولذلك الشيطان بيدخل في الحته دي ويكبر. نعم. طب انا هذكر حياتك فعلا يعني من السيره برضو النبي صلى الله عليه وسلم كان واقف يكلم زوجته على باب المسجد السيده صفيه بنت حيي بن اخطب فبعد كده احد الصحابه معدي وهو النبي صلى الله عليه وسلم يعني صحيح فراح ناديه له قال لي يا فلان هذه امك فلانه يعني فقال له افيك يا رسول الله انا اشك فيك قال له لا ده الشيطان بيجري من ادم مجرى الدم يروه فقطع العرق وسيح دمه من البدايه صحيح زي ما بيقول ووضح الامر بالظبط يعني كده يعني ما يسيبش اي حد يحصل لبس بينه وبينه عشان الموقف ممكن يتفهم خطا صحيح من باب اولى للزوجه طبعا فيه مساله الشك طبعا طيب بعيدا عن الشك في الشرف والشك في السمعه وما الى ذلك الشك في تضييع المصروف بقى يعني هو مثلا مديها المرتب كله في 15 يوم خلص انا كنت مديكي مش عارف ايه وديتيه فين ما وديتيهوش فين والكلام اللي بنسمعه احيانا وديتيه لبيت اهلك الكلام اللي هو اللي اشتريت فيه حاجات ما كنتش عايزها أيوة. في شك بقى في الناحيه الماديه دي طبعا طبعا وبرده مين اللي عنده الحل الست برده تعمل ايه بقى حضرتك تعمل ايه تبني الثقه نعم. يعني ايه تبني الثقه نعم. خلاص اول هي فوجئت من اول مره كذا خلاص تاني مره هتعمل ايه هتكتب خد بال حضرتك نعم. خدت رقم هي بينها وبين نفسها تقعد تسجل جبت كذا بكذا جبت كذا بكذا وهكذا خلاص واخدك وممكن جدا تقول في الازمات انها شاركت كمان بكذا هنا اصبح القصه ايه برجع له الثقه نعم. يبقى دور ترجيع الثقه الكره في ملعبه هو بقى زي ما بيقول بالظبط انا النهارده يعني ست الزوجه دي هتعمل ايه هتبني الثقه هي يعني هي النهارده ايه لو عندها جوزها عنده مشكله هي وعنده فقد الثقه هي هتبني الثقه نعم محتاجه مجهود منها يا دكتور شويه خالص الموضوع مفيش نبص عليك الموضوع محتاج حاجه واحده صغيره قوي اسمها ايه ادراك انا ادركت ان جوزي عنده المشكله دي نعم نعم الادراك ده جزء كبير جدا من النجاح نعم طيب انا بس عشان مخي بيهتفني بالنسبه للاستاذ محمد يا حاج محمد ابن اخوك اللي حضرتك بتقول عنده تشنجات وبيقع من طوله وبتاع الدكتور هنا تخصصه علم نفس انما ابن اخو حضرتك تخصصه هيبقى في يقع في بحر علم اطباء المخ والاعصاب بالظبط فحياتك ترجع للكنترول لو حابب رقم اي طبيب من بتوع القناه موجودين تحت امرك انما هو مش علم نفس ده ان شاء الله هيكون مخ واعصاب وربنا يشفيه ويعافيه
وشكرا لاتصالك للمره الثالثه يا حاج محمد. اتفضل يا دكتور. اتفضل. طيب ده من ناحيه الاقتصاديه، يعني انت يا تكتب يا تديله هو بقى يصرف ويتصرف. لا بص حضرتك، هو خلاص وكلها انها اللي هتتولى. نعم. وهي اساسا الست اصلها بطبيعتها مدبره. نعم. كويس. الا يعني القله، يعني القله اللي انت عارف يعني ممكن يستخدموا المال في ايه يعني. نعم. وبالتالي هنا ممكن تبقى يعني بتصرف مصاريف فعلا مش باتزان. نعم. لكن هي اذا كانت سليمه والموضوع دوت بيسبب لها اساسا حرج، فهي تعمل ايه؟ تثبت له. وبالتالي تبين له. واحيانا بعض الستات كمان وهم بيثبتوا بيبقوا اقوى في البرهان اللي هو بيحصل ايه. نعم. انها من اموالها الخاصه كمان بتحط. وبالتالي بيبقى ساعه الدليل. طب ادي البرهان اهو. وبالتالي النهارده يا ريتك ما كنت سالت بقى. انت دخلت نفسك في مشكله اكبر يعني. طب يا دكتور الشك او يعني موسمي، بمعنى ان احيانا مثلا هنفترض الشك المادي لما يكون في ازمات اقتصاديه مثلا زي اللي بنمر بيها دلوقتي وربنا يعديها على خير، بيبقى الشك اقوى شويه مثلا، ما انا جايب لك مش عارف قد ايه وبتاع، بخلاف فتره فيها ايه اريحيه شويه والعيشه مبشبشه زي ما بيقولوا شويه يعني. هو المواقف اللي بيبقى فيها برافو، حلو قوي السؤال ده. كل ما بيبقى فيه حضرتك ازمات، نعم، زي ما قلت حضرتك دول المراه اقتصادي اساسا. نعم. يعني هي اقوى شويه من الناحيه الاقتصاديه من الرجل. نعم. اكثر تمسكا يعني بالناحيه الماديه. اعلى. نعم. في الحقيقه في الغالبيه بتاعتهم. نعم. وبالتالي هتعمل ايه؟ هيبقى عندها حاجه اسمها ترتيب اولويات. نعم. الاولويات. البيت ممكن يصرخ في لحظه. نعم. فتقول لهم طب ازاي؟ ما هو 1 2 3. يبقى النهارده هي هتتولى عمليه ترتيب الاولويات ضبط يعني. وهي عندها برضو خد بال حضرتك عندها حساسيه وشعور. نعم. باللي بيحصل. يعني مش ممكن الراجل هو اللي بيحس بس بالظرف وهي ما بتحسش. نعم. عندها برضو شعور بهذا الموضوع. نعم. وبالتالي هتلاقي عندها الجزء ده. عشان كده دايما او حتى سواء قال لها او ما قالوش هي هتيجي تقول باين في الاخر. ان هو ده الوضع وانا عملت كده. نعم. ده الاكتر من كده حضرتك كمان. نعم. الزوجه، وكويس حضرتك جبت لي سيره الموضوع دوت، احنا بنتكلم دلوقتي على زوج وزوجته. نعم. ده بعض الزوجات المحترفات الرائعات الجميلات جدا في تصرفاتهن. نعم. بيجيبوا الاولاد ويدخليها وهي تدخلهم معاهم في عمليه ضبط الميزانيه دي. نعم. عشان يتعودوا. نعم. وكمان يقتصدوا معاها. يعني تقول لهم احنا كذا والدخل بتاعنا. نعم. وهنعمل كده عشان هم يشعروا وما يبقاش فيه اسراف. تقول له مثلا بابا ساب الشغل بعد الظهر، فاحنا دلوقتي هنعيش بشغل بابا الاولاني بس. ولا وتعالوا معايا. عشان نبقى قاعدين نقتصد، عايزين نسافر اي حاجه. نعم. تعالوا نقتصد. هم لما يشاركوا. نعم. هيتعودوا من هم صغيرين ان هم يبقوا مقتصدين. نعم. وبالتالي ده هياثر فيها ضربه برضو شويه. تخيل بقى كمان ايه حضرتك ساعه ما يجي الزوج يهاجم زوجته ويقول لها ان يعني فين الكلام ده، شوف عيالك كانوا معايا بيعملوا ايه. يعني شوف من احد اساليب ابراهيم يعني. ان ولادك كمان كانوا. نعم. معانا وتقشفوا وعملوا كل ده. نعم. فيبقى هنا البرهان اشد تاثير. نعم. طبعا. طيب برضو الشك الموسمي او الشك الجغرافي، بمعنى ايه يا دكتور؟ يعني في بعض الازواج يروح مثلا واخد شقه في الدور العالي قوي، يقول لك عشان ما ايه ما حدش يبقى كاشفني، او ياخد مراته يسكن في مدينه متطرفه خالص، يعني كانه عايز يبعد عن الايه الاحتكاك. أيوه. بالجيران والسكان ومش عارف ايه، جم بنوا العماره اللي قدامه يروح سايب الشارع ورايح شارع تاني، يعني اخد بالك عمال كاني زي القطه اللي بتخطف بنتها كده او بتاع. فده انا بسميه شك جغرافي، يعني عمال بيتهرب من الناس. صحيح. وشك موسمي، بمعنى ان هو ايه راجع من حفله مثلا زواج او عيد ميلاد او بتاع، اصل ابن خالتها ده كان هيخطبها، ابن مش عارف مين كان مش عارف ايه، فمرتبط باحداث معينه. ولو هو بعيد عن المشاكل دي كلها سواء جغرافيه او الوقتيه بيبص ايه زوج كويس جدا. صحيح. هل ده طبيعي برضه ولا انسان ما هوش طبيعي؟ لا طبعا، هو بص حضرتك هو ده خلل برضه، ده نوع من انواع الخلل. قبل الاجابه بس اخد استاذه هدى. تكرم استاذه هدى اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. بعد اذنكم ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي يا فندم. دكتور انا جوزي اكبر مني ب 15 سنه. نعم. دايما بيشك فيا بدون اي اسباب، قافل. نعم. عليا البيبان والشبابيك، ممنوع افتح بيبان ومفتوح او افتح شبابيك. نعم. في اي مكان مش عايزني اكلم اي حد خالص، عايزني طول اليوم ابقى قاعده مستنياه هو بس في بيت ضلمه ليل ونهار، يعني الشمس دي ما بتشوفش شباكي، يعني انا برضه عشان ابقى صريحه يعني بتمتع بشويه جمال يعني. نعم. فانا مش عارفه اتعامل معاه ازاي، خصوصا ان هو صليط اللسان، يعني بيجرحني بكلام مش كويس، يعني ممكن يقول لي انت بتحبي تكلمي الرجاله، انت بتحبي الناس تشوفك،
فانا مش عارفه اتعامل معاه ازاي دكتور، يا ريت تفيدني في الموضوع. اسالك سؤال بس صغير قبل ما اقفل مع حضرتك واجاوبك. انت ايه رايك في طباعه غير الحته دي؟ اخلاقياته وكل حاجه الا الحته دي. هو أكبر. هو عنيد وصليت اللسان وانا ما اكتشفتش الكلام ده غير بعد الجواز، يعني كان قبل الجواز متهاون وكويس مرن، بعد الجواز اكتشفت شخصيه ثانيه خالص. لكن حضرتك يعني بقيت طباع، انت حضرتك عندك اولاد؟ لا ما عنديش اولاد. وهو اكبر من 15 سنه وبقالكوا جواز قد ايه؟ نعم الزواج بقاله قد ايه؟ سنه. بقاله سنه. استاذه هدى الدكتور يقصد ايه المميزات بقى بتاعته دي، العيوب ايه المميزات؟ هو كريم ومحترم. أيوة. متدين. متدين. انا اتخنقت من الاسلوب. عايز اقف في الحته دي. متدين. متدين؟ الحمد لله. كويس جدا. اذا يا بص بقى هقول لك انا كمان متدينه حضرتك، انا ملتزمه جدا، مفيش داعي ان يعني مفيش سبب يخليه يعمل كده، لدرجه ان انا بقيت حاسه ان هو مريض. الناس اللي حواليا بدات تقول لي انت عايشه عيشه مش طبيعيه. نعم. طيب بص حضرتك، انت مش عايزاه يبقى انسان طبيعي؟ اكيد انا محتاجه طريقه اتعامل معاه بالظبط، يبطل يدور في تليفوناتي. أيوة. يتسحب بالليل علشان يشوفني لو بكلم حد كويس. يعني الحياه دي اتخنقت منها. لا بص هقول لك على حاجات كتير قوي هقول لك دلوقتي. طيب سؤال بس اخير يا استاذه هدى. حضرتك كنت مخطوبه قبل كده، ليك اي تجربه تانية؟ طيب شكرا ليك يا استاذه هدى، والحقيقه انا معجب بصراحتك يعني. طيب هتكمل حياتك في الجزء الاولاني ونخلي نسيب الشك الجغرافي والزماني وناخد استاذه هدى انها بتمثل الحلقه الحقيقه يعني. بالظبط. بص حضرتك هو طبعا هل عنصر فرق السن ده بدايه ليه تاثير احيانا؟ لا 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 لا، ده هي كده جايه كده. الظروف جايه كده بس. نعم. هي الفكره كلها حضرتك، اولا النموذج ده كتير جدا، ما تفتكروش ان دي حاله. ده كتير جدا. بس العلاج هيبدا من الاخت هدى هي نفسها اللي طبعا الحل. طبعا. نعم. الاخت هدى هتطلب كل طلباتها، تطلب كل طلباتها، عايزه تفسح وتاخده وتخرج، خد بالك. نعم. عايزه اروح لكذا، هي هتطلب، خد بالك معلش، هو ده الشيء في اوله صعب. نعم. ان انت حضرتك هتطلبي منه ان انت تعملي كل اللي انت عايزاه بس معاه مؤقتا. لازم نرجع له الثقه، لازم نبني له الثقه. نعم. خد بال حضرتك. اول حاجه اي انسان في الدنيا هو مش كده، هو قطعا عنده مشكله، هي مش هتعرف توصل له. نعم. مش هتعرف تحلله. يعني في بعض الظروف بيبقى هو وزوجته بيقبلوا ان يروحوا لمرشد اسري، وخصوصا مرشد زواجي. نعم. في حاجه اسمها مرشد زواجي. نعم. مرشد زواجي ده بيبقى هما الاثنين قابلين كانه محكم ويروحوا له. نعم. والنهارده يطلب منه ان هو يعني يرتضي هما الاثنين ان ياخدوا حكمه. في الحاله دي اسمه مرشد زواجي. نعم. يستمع للطرفين ويحلل المشكله ويحكم. وبشرط ان حكمه هيمشي على الاثنين بس. نعم. ببرنامج. نعم. بنعمل برامج. نعم. للزوج اللي عنده المشكله. نعم. بس بيكون قبل. نعم. كويس. اول نقطه، هذا الشخص فعلا عنده خلل في الثقه، ما عندوش ثقه. نعم. وبالتالي الزوجه رغم ان هو الموضوع صعب، وهي فعلا نفسها لو عالج الحته دي يبقى هو رائع جدا. نعم. عشان كده بنقول ايه، لازم يبدا من عندها. بس هي هتعمل ايه؟ هي هتبشر كل حياتها كويس. نعم. ولكن هيبقى معاه ازاي؟ تطلب منه. نعم. انا عايز اخرج. نعم. وتخرج معاه، هيتبسط جدا لانها معاه. نعم. تسمح لي عايز بس اكلم ماما. اي في الاول خالص تقول لك الا اسمح لي اكلم ماما واكلم. الكلام ده ما ينفعش. نعم. النهارده مثلا ايه، انا بس هخرج اجيب كذا في حدود ربع ساعه. وتلتزم بالوقت. نعم. انا عايز اقول ايه، هذا النوع جزء من العلاج في ايد الزوجة. انها ترجع له الثقة. نعم. وطبعا ده الموضوع ده ممكن ما ينتهيش بين يوم وليلة. نعم. ممكن ياخد معايا سنة. يعني ممكن كمان تستغلي التليفون، هو شخصية تكلم مامتها، تكلم اللي عايز يكلمه خلال التليفون هو. بالزبط. مش عايز تليفون هي. من الحاجات الرائعة جدا عند بعض الزوجات في الحالات اللي زي كده، كنا احنا طلبنا منهم برضو. قلنا لهم ايه، ما تخلوش يعني ايه في رقم ما حد وهو يعرفوش خالص. يعني اي رقم يجي بالاسم ويتسجل بحيث يبقى هو فاهم مين اللي بتتصلي بيه. هي مش معرفه الرقم ده غير لقرايبها بس. نعم. خلاص. واذا كان ليها رقم مع اي حد ولا اي حاجه تانية ما بتحطوش خالص. نعم. مش سايباه في البيت ولا هكذا يعني. نعم. على اساس ان ده ايه يعني، لان اللي عنده مشكله من النوع دوت ممكن تبقى منخفضه وممكن. نعم. تبقى مرتفعه. نعم. اللي هو النهارده ممكن يروح يجيب لسته من التليفونات عشان يعرف مين اللي اتصل بيه من بره.
خد بالك لو اتصل في البيت اي لحظه هو في الشغل ولا التليفون مشغول بتبقى لازم دي تعتبر كارثه. احيانا ودي من ضمن المشاكل اللي عندهم اولاد احيانا شوف بقى الخطوره ان يقول للاولاد شوفوا ماما بتعمل ايه يعني خد بال حضرتك كوارث كوارث في الاسر فوق ما حد يتخيلها. ده تحتاج للشك ده الاولاد كمان بعد كده ده مش اقول لحضرتك ده هيبقى عند الطفل وهو طالع بقى عشان حضرتك بتقولي ده من الصغير ايه لو شاف ابوه وامه كانوا في الاصل كده خلاص يبقى الزوجه لازم تتعامل كده جديده للمجتمع هتتصدر. نعم يعني تخيل هيبقى اللي بتركب هنا ان هي كده نعم فده هو ده اللي بقول لك الاكتساب. نعم والاكتساب لو حصلت عاده بقى طبع مشكله يبقى واحنا هنعامل يبقى في الحاله دي ان هي قد تكون بتعامل طبع يعني معناها ان كانت عاده خلاص بقى وتحولت الى طبع. نعم هنا عشان تقدر تكسرها محتاجه فتره من الزمن. نعم طب انا كلام الدكتور جميل يا استاذه هدى بس انا عايزك تستعيني بشيء واحد علشان تطبق كلام الدكتور برضه اللي قال عليه ده هو مساله ان هو اكيد بيعمل كده عشان بيحبك ده امر ما فيش فيه انه مفر يعني هو كده اكيد هو فاهم كده وشايفك حلوه فعلا زي ما حضرتك بتقولي انت على قدر من الجمال وعنده انانيه بقى معتز بيكي خد بالك الحته دي خايف عليكي بس وانانيه يعني خد بالك بيصيب النوع ده امتلاك بقى ممنوع حد يبص يعني كانها فازه. نعم ما هو ده اصابه برضه. نعم نعم ده مرض بس خليه يشفع له مثلا انه بيحبها مثلا طبعا طبعا طيب. عشان تقدر تستعين على البرنامج ده وحياتك الحل بايدك زي ما قال الدكتور وللزوج بس انا بقول في حديث ما معناه النبي صلى الله عليه وسلم ان من الغيره غيره يبغضها الله عز وجل وغيره المرء في غير شك يعني انت بتغير غيره طبيعيه ماشي انما هتزود الغيره وما فيش شك يبقى انت كده دخلت المشكله في حاجه يعني اكبر بكتير جدا. انت شفت حضرتك قلت لي كلمه عجبتني جدا بتقول لي الغيره. نعم الغيره لازمه. الغيره لازمه عند العرب وعند المسلمين. نعم لازم اغير. نعم لان نعم. الديوس ما بيغيرش. نعم وبالتالي الغيره المقبوله. نعم انا عايزكم بس مثلا كلكم تلاقيكم شفتوه على الفيسبوك الفتره اللي فاتت دي في الرقص اللي حصل بعد الانتخابات ده يعني بنت بترقص من دول البنات اللي رقصت قدام لجان الانتخاب فاخوها شافها جابها يعني كلها كام جزء لمسه ما بنقول كانت بهدله كبيره جدا يعني دي غيره طبيعيه مش عايزين بس نوصلها لمساله الشك. طيب دكتور حسام الحقيقه الحلقه مع حضرتك يعني ممتعه للغايه ولكن المخرج دايما بيجي في الوقت اللي هو بيقول لك شكرا ليك. مشاهدينا الكرام يعني انا باسمكم بتوجه بالشكر للدكتور حسام الدين امين المحاضر الدولي بجامعه اوكسفورد واستشاري الصحه النفسيه والارشاد الاسري بجامعه القاهره. شكرا لك يا دكتور ونورتنا. كنا عايزين من حضرتك شويه كبسولات كده بس المخرج يعني الله يسامحه. طيب المشاهدين الكرام على وعد بلقاء جديد ان شاء الله من خلال صحه جمال وبرنامج استشارات اسريه لكم منا اطيب المنى وارق التحيات والسلام عليكم ورحمه الله.